برحب بحضراتكم مرة تانية، وكنا بس حابين أنا وكريم في البداية نقول البقاء لله في الفنان طبعاً. محمود ياسين، أسطورة كبيرة يعني، هو توفى لسه الخبر نازل، فالبقاء لله لينا جميعا يعني، فقدنا أكيد طبعاً اسم كبير يعني. ده لا، ومش مجرد كمان اسم كبير قد ما هو صفحة من صفحات تاريخ السينما المصرية، واحد من أهم وأثقل الممثلين اللي جم في تاريخ صناعة السينما على الإطلاق. تحمل مسؤولية العشرات من البطولات السينمائية، يمكن حتى دايما بتتجلى بطولاته في الأعمال الحربية والعسكرية اللي احنا تربينا عليها يعني من صغرنا، زي رصاصة لا تزال في جيبي طبعا اللي بنشوفه مع الاحتفال كل عام بنصر 6 أكتوبر، أكيد خالص التعازي لأسرته الكريمة الفنانة شهيرة ولأبنائه عمرو ياسين ورانيا محمود ياسين، يعني رحمة الله عليه. الحقيقة كان ليه ملايين من المحبين، وأكيد دعوات الملايين إن شاء الله ستكون من نصيبه. رحمة الله عليه والبقاء لله.